ازيكم يا جماعة؟ معاكم خالد محي الدين من قناة 5 Minute Practice. النهاردة هنتكلم عن أول algorithm في الكورس بتاع الـ Computational Geometry، وهو عبارة عن How to Compute الـ Extreme Points اللي تقدر تطلع منها أي Convex Hull. طيب يعني ايه اصلا Convex Hull وايه هي الـ Extreme Points؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية. مهم قبل ما اكمل الفيديو، لو ما كنتش شفت اول 2 فيديوز لازم تشوفهم، لان انا بتكلم فيهم عن طريقة الـ Right Turn والـ Left Turn، ازاي تعرفهم من بعض، ودي حاجة مهمة قوي، فهي اصلا اللي هنشتغل بيها في الـ Algorithm. فلو ما كنتش شفتها ارجع شوفها وتعالى كمل عادي جدا، انا موجود. اوكي، قلنا قبل كده ان لو الشكل بتاعك يا سيدي معمول بالمنظر دوت، مهما حطيت بوينتس جوه ووصلتها مش هيطلع بره، فبالتالي ده اسمه Convex. وان لو الشكل دوت اللي هو اللي اسمه بوليجون، ها، وده برضو قلناه في البيزكس، لو جيت حطيت اي تو بوينتس زي كده وجيت توصلهم هيطلعوا بره الشكل، فبالتالي مش هينفع. تقول لي ما انا ممكن احطهم هنا. عادي، بس في احتمال ان نقط تطلع، ان لاين يطلع بره، فبالتالي ده كده مش كونفكس. طيب احنا بقى هدفنا ايه في الكورس دوت، او هدفنا ايه في السيشن دي تحديدا؟ ان احنا بكل بساطه لما يبقى عندي بوليجون بالمنظر البشع ده نقدر نجيب له حاجه اسمها الكونفكس هل. ايه هو الكونفكس هل؟ الكونفكس هل بكل بساطه هو الشكل الكونفكس اللي انا اقدر اطلعه من بوليجون بالمنظر ده، واللي هو نوت كونفكس طبعا، وفي نفس الوقت استخدم اقل عدد من البوينتس، وفي نفس الوقت هو البوينتس اللي على الحروف. يعني مثلا ما ينفعش تيجي تقول لي اصل انا ممكن اعمله بالمنظر ده اهو، ده يبقى كده الايه الكونفكس هل بتاعي. لا، انا لازم استخدم البوينتس اللي على الاطراف بس اللي اقدر من خلالها اطلع كونفكس هل. اي بوينتس تاني جوه ملهاش اي معنى بالنسبه لي، انا عايز كونفكس هل. طيب ازاي الكلام دوت؟ لو جينا نبص كده على الشكل دوت هتلاقي ان لو انت جيت توصل البوينتس اللي على الحروف اللي على الاطراف، اي بوينتس جوه خلاص مش عايزها بقى، اللي على الاطراف لما تيجي توصلهم انت كده استخدمت اقل عدد من البوينتس، وفي نفس الوقت استخدمت البوينتس اللي مع بعض لما تعملهم يطلعوا لك كونفكس بوليجون، واللي هو بنسميه هنا بقى في حالتنا كونفكس هل، واللي هو مهما حطيت من اي سيجمنتس جواه مش هيطلعوا بره، يبقى انت كده ايه تمام، هو ده الكونفكس هل بتاعك. والبوينتس اللي على الحروف دي اسمها اكستريم بوينتس، عشان كده اسمها البوينتس اللي على الاطراف اللي هي في الاخر خالص، اللي هي اي حاجه براها لا، انت لازم تانكلود كل البوينتس اللي بره، لازم يبقى الحروف بتاعتك هي دي. طيب لو عندك شويه نقط بالمنظر ده وعايز تجيب لها الكونفكس هل بتاعها، يبقى انت محتاج الاكستريم بوينتس. الاكستريم بوينتس اللي هي البوينتس اللي على الاطراف تاني، اللي هم مثلا هيبقوا بالمنظر ده. تقول لي طب انا انت ليه بقى ما عدتش على البوينت دي يا عم خالد؟ اقول لك لا، ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده، خليني بقى ايه اقول لك. انا هنا ما عدتش على النقطه دي ليه؟ لان انا لو كنت عديت عليها كنت هقدر احط في الحرف هنا نقطه وفي الحرف هنا نقطه واوصلهم ببعض كده اهو، فكان هيطلع بره الشكل بتاعي، فما ينفعش، انا عايزه كونفكس، فهو ده اللي اسمه الكونفكس هل. طيب تعالوا بقى نشوف اول الجوريزم اللي هو هاو تو كومبيوت ذا اكستريم بوينتس، يعني النقط اللي على الحروف. الالجوريزم سهل جدا يا جماعه. الالجوريزم بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت الانبوت بتاعك جالك شويه نقط بالمنظر ده عايز تجيب لهم الاكستريم بوينتس، بمجرد النظر انت عارفهم هم ايه، بس الكمبيوتر مش عارفهم، فالكمبيوتر عايز خطوات، فانت هتدي له لسته فيها شويه بوينتس تمام، وهتلوب على كل بوينت منهم. كل بوينت هتعدي عليها، وليكن انا هقف مثلا عند البوينت دي دلوقتي وعايز اشوف البوينت دي هي اكستريم بوينت ولا لا. خلاص قال لك خد اي 3 بوينتس حواليها، مش هي مش هم بس، اي 3 بوينتس واعملهم مثلث مع بعض كده، فوليكن هاخد ال 3 بوينتس دول، دول كده 3 بوينتس حواليها، عايز بقى اتست النقطه دي معايا هي اكستريم بوينت ولا لا. قال لك لو النقطة دي جوه المثلث يبقى هي مش اكستريم بوينت، لأن هي لو اكستريم بوينت أكيد هتبقى على الحروف يعني على الأطراف، فبالتالي إيه اللي هيخليها جوه؟ فهي كده مش اكستريم بوينت، فهمسحها هشيلها خالص. إنما لو النقطة دي طلعت بره المثلث، يعني مثلا وليكن لو دي النقطة اللي أنا واقف عندها وده المثلث بتاعي برضو، يبقى في الحالة دي النقطة دي براه، يبقى هتسيبها زي ما هي ما تمسحهاش. تقول لي بس هي جوه الكونفكس هل اهو، يعني ازاي مش هسيبها؟ لا، ما انت الموضوع بيبقى انكريمنتال كده، بتمشي واحده واحده، فانت على مستوى المثلث ده البوينت دي بره فانت هتحتاجها فما تمسحهاش، انما لو كانت جوه امسحها يا سيدي. ازاي بقى بنتست النقطه دي جوه المثلث ولا بره؟ خلينا ناخد مثلا مثلث كبير شويه، وليكن مثلا المثلث ده ده. انا دلوقتي عايز اشوف البوينت وليكن دي
موجودة جواه ولا مش جواه. أخدنا في أول فيديو فكرة الـ left turn والـ right turn test. فأنا لو ماشي عكس يعني counter clockwise فهبدأ أشوف أول سيجمنت همشي مثلا من هنا لهنا، ده أول سيجمنت معايا، وأقوم موصله للنقطة بتاعتي كده عملت turn left. ما تسألش إزاي، ارجع للفيديو لو مش فاكر عشان إيه وقت الفيديو يبقى بسيط كده وأنت ما تحسش بزهق، بس يعني إنجازا للوقت. مشاعري مش قادر مش قادر، إحنا هنمد خط كده وهمي تمام. هتلاقي إن أنت لو بصيت للسيجمنت ده بالاتجاه ده هتلاقي إن اللاين ده دخل شمال، فبالتالي ده كده عمل left turn تمام كده. طيب السيجمنت اللي بعده لازم امشي بنفس الاتجاه بتاع الكلوك وايز او الكاونتر كلوك وايز اللي انا مختاره، ماشي كده بعد كده راح داخل يمين كده عمل رايت تيرن، طب ده ماشي كده بعد كده دخل شمال عمل ليفت تيرن. في الحاله دي ايه اللي حصل يا سيدي؟ اللي حصل هنا ان حصل ليفت تيرن ورايت تيرن من نفس المثلث مع نقطه واحده، ففي الحاله دي يبقى النقطه دي بره. طالما لقيت حاجه رايت تيرن وحاجه ليفت تيرن يبقى في الحاله دي النقطه مش معانا. انما لو كانت النقطه مثلا زي النقطه دي وانا المثلث بتاعي اهو، ففي الحاله دي بص بقى الفرق، انا همشي برضو كاونتر كلوك وايز، فبالتالي هيبقى الترتيب كده من هنا واقوم داخل على النقطه عمل ليفت تيرن، طيب من هنا واقوم داخل على النقطه عمل ليفت تيرن، طب من هنا واقوم داخل على النقطه برضو عمل ليفت تيرن. لما تلاقي كلهم نفس الاتجاه كلهم ليفت تيرن او كلهم رايت تيرن، ففي الحاله دي يبقى النقطه دي جوه، تعمل فيها ايه؟ امسحها، تمسحها خالص تمام. مهم تركز قوي اتجاه اللي انت ماشي بيه كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز. يعني انت مينفعش اول مره تقرا السيجمنت كده وتاني مره تقرا يعني تقرا السيجمنت بالاتجاه المعاكس، فاهم؟ لان كده بالنسبه لك هتبقى ليفت وكده بالنسبه لك هتبقى رايت، فانت لازم تقرا بالاتجاه المظبوط. طيب تعال نشوف بقى واحده واحده كده ايه اللي حصل هنا. هو بيقول لك ايه الالجوريثم؟ بيقول لك انت معاك شويه انبوت عباره عن نقط، الانبوت بتاعك شويه بوينتس، الهدف بتاعك انك تطلع اكستريم بوينتس، مجموعه من الاكستريم بوينتس. هتعمل ايه؟ هتعدي على كل بوينت في لوب عادي، هتلوب على كل بوينت وهتقوم عامل لوب بقى يعني، او هتلوب على كل 3 بوينتس او هتختار اي 3 بوينتس عشوائيين زي المثلث يعني اللي يعملوا لك مثلث، وتشوف هل البوينت دي جوه المثلث ولا لا. لو هي جواها اعملها اليمينيت شيلها، لو هي مش جواها سيبها زي ما هي. طيب تعال نشوف كده، اول نقطه اختار النقطه دي وعمل المثلث اللي حواليها ده، هيجي يعمل التست بتاعك يا سيدي هتلاقي ان كل النقط يعني كل سيجمنت يتوصلوا بالنقطه في اتجاه معين يطلع لك ليفت تيرن مثلا كلهم او كلهم رايت تيرن، مستحيل تلاقي حاجه ليفت وحاجه رايت فبالتالي شالها. بص النقطه دي جوه برده هيتست وهيشيلها، هيتست وهيشيلها، هيتست ويشيل، هيتست ويشيل، هيتست ويشيل. تقول لي لا استنى بقى يا عم خالد انت بتضحك عليا، طب انا هختار النقطه دي يا سيدي وعايز المثلث ده اهو، قول لي بقى ما هتشيلها ازاي؟ مش لازم ولا حاجه عادي اهو، امشي كاونتر كلوك وايز، فبالتالي الاتجاه بتاعي ادي اول سيجمنت اوصله عمل ليفت تيرن، ثاني سيجمنت اوصله عمل ليفت تيرن، ثالث سيجمنت اوصله عمل رايت تيرن. هنا بقى النقطه دي بره، تقول لي اعمل فيها ايه؟ هتسيبها زي ما هي عادي جدا، وهتقوم رايح برده غصب عنك على نقطه ثانيه لحد ما تلاقي نقطه من النقط دي تطلع يعني تلاقي مثلث جواه النقطه اللي انت طلعتها، لحد ما تعمل لها اليمينيت. هوبا اليمينيت 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 اليمينيت. طب هتيجي تكمل مش هتلاقي نقط تاني جوه، يعني مش هتلاقي نقط يعني مهما عملت مثلثات مش هتلاقي النقط، يعني هتلاقي دايما مفيش خلاص المثلثات فضيت، فبالتالي كل النقط بقت بره. مهما حاولت تعمل اي كومبينيشنز هتلاقي خلاص هتلاقي النقط خلاص كلها يعني مش معاك، فبالتالي اللي بقى لك هم دول الاكستريم بوينتس اللي لو وصلتهم ببعض يدولك يا سيدي ايه؟ الكونفكس هال بتاعك. والى هنا ايها السيدات والساده تكون وصلت الى الكونفكس هال ونهايه الالجوريثم بتاعك، والالجوريثم ده الكومبلكسيتي بتاعته ان باور 4. طيب كده احنا عملنا اول الجوريثم اللي هو الاكستريم بوينتس، هقوله سريعا تاني. انت بيخش لك شويه بوينتس، الهدف بتاعك انك تطلع الاكستريم بوينتس بس، واي حاجه تانيه غيرهم هتمسحهم، بتلوب على كل بوينت وتختار اي 3 بوينتس تانيين عشوائيين يعملوا لك مثلث مع بعض. تشوف البوينت دي لو هي جوه المثلث هتشيلها، لو هي مش جوه المثلث هتسيبها، وهتفضل تعمل كده بقى لحد ما تعدي على كل النقط وما تلاقيش خلاص حاجه بقى تتشال. اللي بقى لك هم دول الاكستريم بوينتس اللي يطلعوا لك كونفكس هال، وفعلا هو ده الشكل اللي احنا عارفين شكله هيطلع عامل ازاي. وبس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني وهنبقى بنتكلم فيه عن هاو تو كومبيوت ذا اكستريم سيجمنتس. ف ثانك يو سو ماتش فور لسننج، واشوفكم الفيديو الجاي. Bye-bye.